مؤسسة الضمان الاجتماعي لعقد جلسة تشاورية صوتية التي يسعدنا فيها أن نستمع إلى آرائكم وملاحظاتكم حول الموضوع المطروح. حيث انه نسمع منكم ومنكم شو في اراء، شو في مقترحات، حتى انه نقدر نزيد من مشاركه المراه في الضمان الاجتماعي، وبالتاكيد مشاركه المراه في العمليه الاقتصاديه للبلد. وايضا من واجبنا كمؤسسه ضمان اجتماعي ان نتشارك وان نستمع الى وجهات النظر حول مختلف القضايا التي أعتقد أنها تؤرقنا إحنا في مؤسسة الضمان. والكل يعلم أن مؤسسة الضمان ما يمكن تصرف أكبر بند في المعلومات عن سوق العمل وعن المشتركين، وأيضا مؤسسة تعنى بموضوع الحماية الاجتماعية، يمكن الركيزة الأساسية في موضوعات الحماية الاجتماعية هي الضمان الاجتماعي والبرامج التي تقدم من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي وقانون الضمان. اليوم أيضا يعني أجاني أكثر من تليفون من أشخاص بيعملوا في مؤسسات عامة رسمية أعمارهم دون 50 سنة، وحيلوا أيضا على التقاعد المبكر بقرارات أنا أعتقد أنها تنم عن أخطاء حتى في صياغة القرار، لأن التقاعد المبكر لا يخصص إلا بناء على طلب المؤمن عليه نفسه وليس بناء على طلب المسؤول. هذه نقطة مهمة جدا. أنت تنهي خدمات الاستثمار وشروط التقاعد المبكر، لكن لا تلزمه بالتقاعد المبكر. هذه من الأخطاء اللي يقع فيها كثير من المسؤولين مع الأسف. طبعاً المرأة في بالذات بالقطاع الخاص يمكن مدة بقائها في سوق العمل 4 سنوات وبتبدأ تنسحب على الزواج أو كإنجاب الأطفال. وكان من الأسئلة اللي طرحت إنه شو هي الأشياء اللي بتخلي المرأة تبقى؟ واحدة منها كان العمل الملك، قضية المواصلات، قضية الحضانات وتدني الأجور. يعني في الغالب اللي بيطلعوا على التقاعد المبكر هم الناس اللي أجورهم متدنية، فما كثير بسوى لو أخذوا ضمان ولا ما أخذوا. في زي ما تفضل كمل على تفضلتي الدكتورة سوسن، بالفعل موضوع المرأة والتقاعد المبكر. طب المرأة زي ما ذكرنا إنه متوسط عمر المرأة أكبر من عمر الرجل، متوسط عمر الرجل 72.4، متوسط عمر المرأة 76.6، فعلى أي أساس عمرها أكبر عم تتقاعد أكبر؟ يعني هذه مش منطقية. برضه يعني يجب أن تعي السيدة إنه كل ما زادت سنوات الخبرة يترتب عليها موضوع إنه راتبها التقاعدي يتم حسبته بشكل أكثر، زائد إنه موضوع إنه يتيجي لهذا الوضع إنها تستمر إلى تصل لمواقع سن القرار ويزيد دخلها في كمان. لازم نحكي بشكل عام إنه في ردة بمشاركة المرأة بسوق العمل، وبالتالي هذا الإشي بنعكس سواء على القطاع العام أو على القطاع الخاص. يعني احنا بنرجع لنسبة الانخفاض كانت 14.7 مؤخرا صارت 12.3، فبالتالي في اصلا حالة ردع كل السيدات بالعمل وين من كان. وهذا الاشي برجع لأكثر من سبب، في منهم تفضلوا فيه زملاء، منظومة المواصلات، البيئة التشريعية، بيئة العمل، التسهيلات. واحنا ما بنحكي على التسهيلات تكون بس لموضوع المرأة، التسهيلات تشمل الكل، حتى لسيدات الأعمال ومهن الأعمال هم بيكونوا بيطلعوا بيتحركوا ما عندهم المعلومات الكافية عن قانون الضمان الاجتماعي، لأنه كل شيء موجود بطريقة معقدة وليس بطريقة سلسة. الواقع كضمان اجتماعي طريقة توجيه الرسائل مش طريقة، والقانون ليس بطريقة سهلة. تفعيل تشريع العمل المرأة، أنا براهن إنه كثير من النساء لا يعرف عن هذا التشريع شيء، وما بيعرفوا ايش هي بنوده، كيف ممكن يستغلوه، وكيف ممكن يضغطوا على اداراتهم حتى انهم يشتغلوا ضمن منظومه العمل المرني. لكن المختصين بيحكوا انه طبيعه المراه بجوز ما بتقدر انها تستمر لما بعد 55. طبعا هاي بتضل اراء بجوز تكون مش صحيحه.